فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أحرم قارنا ولم يذبح الهدي، وذلك منذ سنتين لم يذبحه جهلا، يقول: ما الحكم؟ الحكم باقي في ذمته، يذبحه في مكة قضاء، يذبحه في مكة في الحرم قضاء، نعم، كما لو ذبحه أيام العيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.